مرحبا يا ميت، اهلا وسهلا فيكم يا احلى متابعين، ويعطيكم الف عافيه. رجعت لكم اليوم بوصفه جديده من وصفاتي، هي شيش طاووق بتتبيله كتير مميزه راح يعشقوها كل افراد عائلتي. خليكم معي لاخر الفيديو نشوف طريقه التحضير والمقادير سوا. في عندي هون كيلو ونص من صدر الدجاج، غسلتهم كتير منيح ونشفتهم من المي وقطعتهم بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. رح نحتاج كاسة صغيرة من زيت النباتي، وكمان رح نحتاج كاسة صغيرة من اللبن، اللبن بخلي الدجاج يستوي منيح. وكمان رح نضيف مقدار عصير نص ليمونة، ورح نحتاج كمان بصل صغيرة أنا بشرتها على البشارة اليدوية، وسنين من ثوم المهروس. رح نضيف ملح حسب الحاجة مع شوية فلفل أسود. في عندي معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، في عندي فليفلة ناعمة، في عندي بهارات كاري، في عندي زنجبيل بودرة، في عندي كمان شوية كمون. فيكن تضيفوا البهارات يلي انتو بتحبوها او تستغنوا عن البهارات يلي ما بتحبوها. في عندي هون كمان صوص الصويا، هذا اختياري، حطيت معلقتين صوص الصويا بيعطي نكهة كتير طيبة لهي الوصفة. في عندي كمان الخل الابيض، كمان حطيت معلقتين كبار. رح نخلط المكونات كتير منيح مع بعضها، وكمان هون نسيت احط دبس الفليفلة، كمان رح احط معلقة كبيرة، ورح نخلط المكونات كتير منيح مع بعض. مثل ما قلتلكم فيكن تستغنوا عن بعض البهارات اللي انتو ما بتحبوها او تضيفوا بهارات اضافية حسب ما انتو بتحبوه. هلا هون رح اضيف الصدر ورح اخلطه بايدي كتير منيح لحتى تتشرب التتبيلة كتير منيح، ورح اغطيها بنايلون واتركها نهار كامل بالبراد او بالتلاجة حتى تاخد نكهة التوابل. وهلا رجعت لكم بتاني يوم، رح اجهز الخضار. في عندي بصل، في عندي فليفلة، في عندي بندورة، رح اقطعهم قطع كبيرة شوي. انا تقريبا قطعتهم بحجم الصدر بحيث انه اضمهم مع بعض بالصياخ. كمان فيكم تحطوا معه فطر كمان اذا بتحبوه وبيطلع طيب كمان. حبايبي اذا كنتوا جداد واول مرة عندي في القناة، اذا ما كنتوا مشتركين بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كل شي جديد. واذا كنتوا مشتركين قبل ما تطلعوا من الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتتركوا لي تعليق حلو مثلكم، وتشاركوا اصدقائكم معكم لحتى هن يستفيدوا كمان. وهلا طلعنا الصدر من البراد وهيك اخذت تتبيلة كتير منيحة بعد يوم كامل. هون جهزت الصياخ، في عندي صياخ عريضة هون، بصراحة ما كان بيان عندي الصياخ الرفيعة، فهدول بصيروا كمان. نقعتهم بالمي قبل بنص ساعة لحتى ما يحترقوا معي بالفرن، ورح أضم الصياخ مثل ما واضح عليكم بالفيديو، أضم الخضار والدجاج مع بعض، أو فيكم تضموا كل خضرة لحال أو الدجاج لحال كمان بصير. أنا بفضل أضم الصياخ الخضار مع الدجاج مع بعض مشان كل واحد اخذ الصيغ يكون فيه خضرة ويكون فيه دجاج كمان، فهيك بيكون اريح. وهون جبت الصينية، دهنت الصينية شوية زيت وراح اصفهم بقلب الصينية وورجيكم المرحلة اللي بعدها. وهون بعد ما خلصت ضم الصياخ، في عندي كم قطعة من الخضرة
زادت عندي، راح احطهم بقلب الصينيه. وكمان التتبيله اللي ضلت عندي، صوص التتبيله كمان راح احط فوق السياخ حتى تاخذ نكهه طيبه كمان. وراح اغطيها لهون بورق الزبده، نديته شويه مي، وفوقه راح اغطيه بورق الومنيوم لحتى ما يلزق فيه. وراح احطه بالفرن تقريبا 35 دقيقه، اشغل الفرن من فوق وتحت، وبعد نص ساعه راح اشيل ورق الالومنيوم واشغل الشوايه من فوق، اتركها تقريبا من 10 دقائق ل 15 دقيقه ينشوى من فوق كمان حسب نوع الفرن اللي عندكم. لبينما يجهز عندي الشيش طاووق راح اجهز السلطه. في عندي بصل قطعتهم على شكل جوانح، في عندي شويه بقدونس حطيت معه سماق بودره ورشه ملح. هاي السلطه جنب الشيش طاووق كتير طيبه، ممكن الف فيها سندويشات او ارش فوقها كمان بيطلع طيب وبيعطي منظر حلو. وهيك السلطة صارت عندي جاهزة. وهلا عندي خبز عربية وخبز سوري، راح ادهنه دبس فليفلة او صوص حسب ما انتو بتسموه. دبس الفليفلة كمان نزلته على قناتي، راح احط لكم طريقة التحضير او رابط الفيديو بصندوق الوصف. يلي ما شاف فيديو دبس الفليفلة بتمنى تدخلوا على الفيديو وتشوفوا الفيديو، عن جد طريقة كتير ناجحة ومضمونة، ما بتعفن ولا بتغير لونه ولا طعمه. أنا كل سنة بساوي هاي الطريقة فحبيت أشارككم هاي السنة حتى أنتوا تستفيدوا كمان. وهيك بعد ما دهنت الخبز رشيت شوية سلطة من السلطة يلي جهزتها، والصياخ صاروا عندي جاهزين ووصفتي صارت جاهزة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقتي في التقديم، عن جد ريحة وشكل وطعم ولا اروع من هيك. بتمنى انتو تجربوها كمان، واذا حبيتوها تعطوني رأيكم في التعليقات، كمان تشاركوا اصدقائكم معكم لحتى هن يستفيدوا كمان. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقتي في التقديم. وشكرا لحسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء دائما، وانتظروني بوصفات جديده، وباي باي.